طيب تعالى كده نكمل بسرعة الايه الجزء اللي وقفنا عنده اللي هو reducing ال LVM الأول. reducing ال LVM، تخيل او كنا اتكلمنا على سيناريو انت عندك داتابيز والناس اللي عندك قالوا لك لا يا عم احنا ما عدناش مستخدمينها اساسا، انت كنت مدينا 50 جيجا النهارده احنا كل احتياجنا 30 جيجا بس، او الناس كانوا طلبوا منك تكستند ال LVM، كان عندك ال LVM كان 30 جيجا، بيقول لك الناس بتوع داتابيز قال لك لا يا عم 30 جيجا دول ما عادوش كافيين خليهم لي 70 جيجا. هوب اكتشفت بعد كده بعد كام يوم ولا بعد كام شهر ان هما اصلا كل احتياجهم 35 جيجا، وبقيه المساحه ما بقتش مستخدمه يعني، وانت عايز المساحه دي انت عندك ريكويرمنت تانية ان انت ايه ان انت تالوكيت سبيس لبروجكت تاني لحاجه تانية يعني، وكل المساحه اللي عندك مش مكفيه، فانت عايز تاخد منهم جزء من الاستورج اللي هم خدوها دي. تمام، فساعتها هتضطر انت تكستند، مش تكستند، تعمل عكس عمليه الاكستند، تشرينك ال في ام، يعني بكل بساطه تريديوس السايز بتاعه خلاص. وزي ما كنت اتكلمت معاك قبل كده ان اهم ميزه في ال في ام ان انت ممكن تكستند وتشرينك السايز من غير ما يحصل لك اي مشاكل خلاص، او بعمليه سهله جدا يعني. كنت قلت لك قبل كده ان اكتر حاجه بتخلي الادمنز يتجننوا في دماغهم ويتهبلوا ويبقوا خايفين جدا مرعوبين وهم شغالين ان انت تقول له بس كده اكستند للفايل سيستم. فتخيل بقى انت هتقول لك لا يا عم انا مش اكستند بس، ده انا هشرينك الفايل سيستم نفسه. فطبعا انت كده العمليه عمليه انتحار بصراحه، العمليه دي عمليه انتحار. تمام، فتعالى كده ايه نشرينك ال في ام. خلينا نتفق كده على خطوات لازم تعملها لما تشرينك ال في ام. المره اللي فاتت اتكلمنا على اكستند ال في ام، وقلت لك لما تكستند ال في ام مش محتاج تعمل اماونت، ده رقم واحد. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تقول ها لل في ام انا عايز اعمل لك اكستند عن طريق ال في اكستند، بعد كده تروح للفايل سيستم تقول له خلي بالك يا فايل سيستم انت ها انت ايه انت في مساحه جديده اتضافت لك. تمام كده، فكان الفايل سيستم بيروح كده على الاينود تيبل يلف كده بسرعه لفه على السريع يشوف هل في بلوكس جديده اتضافت ولا لا، ولو كان في بلوكس كان بيضيف البلوكس دي. دلوقتي احنا هنعمل عمليه عكسيه خلاص. طيب طالما هنعمل عمليه عكسيه بكل بساطه اول حاجه هتبص عليها هو الفايل سيستم مش ال LVM نفسه. هتروح الاول بدل ما كنت بتعدل مساحه ال LVM او تعمل ال في اكستند وبعد كده فايل سيستم، لا المره دي هتروح للفايل سيستم الاول تقول له يا فايل سيستم انا هقلل عدد البلوكس بتاعتك، وبعد ما تخليه يقلل عدد البلوكس تمام تعمل ايه، تروح تقللها فعليا عن طريق ال في ريديوس. تمام كده، طيب تعالى بس كده نلوجن على المكنه من التيرمينال نشوف بس الاي بي بتاعها كان كام. الاي بي بتاعها يا سيدي كان 136 136 اهو. تعالى كده نخش على المكنه دي كده ونشوف ايه اللي موجود عليها. تعالى نفتح لك كده ملف وورد كده بسيط صغير. كنا اللي احنا بنعمله المره اللي فاتت كان ايه، كان موضوع بسيط جدا. ادي الايه ادي ال في ام عندي اهون خلاص، حبيت اعمل له اكستند فكنت بروح اعمل له اكستند. طب دلوقتي الفايل سيستم الفايل سيستم بتاعك عارف ان في حاجه اتضافت هنا، عارف ان في جزء جديد اتضاف؟ لا ما عارفش. فانت المفروض كنت تروح تقول الفايل سيستم هنا كده عند الاينود تيبل بتاعك. بالمناسبه بقى اتكلم على موضوع الاينود تيبل ده على السريع كده كمان مره، وايه واقول لك، او يعني انا مش فاكر انا كنت قلتها قبل كده ولا لا، بس اقول لك يعني بالمناسبه يعني ان لما بتيجي تعمل فايل سيستم فاللينكس مش بيكتب اينود تيبل واحد بس، ده بيكتب اكتر من اينود تيبل بالمناسبه يعني بيكتب نسخ مختلفه منه كده ماشي، يعني بيوزع على الديسك عندك اكتر من نسخه الاينود تيبل. بس خلينا بنتكلم في السيناريو المبسط
من غير ما نخش في تفاصيل او نخش في تفاصيل كبيره قوي يعني. هو فرضا ان هو بيكتب اي نوت تيبل واحد بس، تمام كده يعني. تعالى هنا كده، تعالى نمسح الجزء ده، مش عايزينه يا عم دلوقتي حالا، مش عايزين نلخبط نفسنا. فرضا ان هو بيكتب اي نوت تيبل واحد بس، ماشي. فانت كنت المفروض تروح تقول له اي نوت تيبل، انت يا حاج انت كنت بتشاور على المساحات اللي موجوده عندي دي كلها، لا انت في مساحه جديده اتضافت لك، فانت لازم تعدل الاي نوت تيبل بتاعك عشان يبص على البلوكس الجديده دي، خلاص تمام كده. حد عنده اي مشكله؟ طيب محمد عطا الله، يا اما هتسكت يا اما هتروحك بره السيشن. اعتقد الكلام واضح، ماشي. بصراحه انا مخنوق منك يعني ومش طايقك، فانا هتلكك لك بصراحه. طيب فدلوقتي ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ الخطوه الاولانيه هعمل ال في اكستند عشان ازود المساحه فعليا، والخطوه اللي بعدها هقول له اي نوت تيبل يا حاج بص لي هنا كده في مساحه اتضافت، فانت لازم تبص عليها وترفلكت الكلام ده، لازم تقول اي نوت تيبل بتاعك انت هتبص على بلوكس جديده موجوده هنا ما كنتش بتبص عليها قبل كده، خلاص كده. بعد كده كنت بتعمل حاجه اسمها ريسايز تو اف اس. اعتقد الجزء ده واضح ومفيش فيه اي مشكله، صح؟ حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ممتاز. فعمليه الريديوس بقى هنعمل العكس، عكس الخطوات دي بالظبط. ادي الفايل سيستم بتاعي، اللي انا عايز اعمله ان انا اقلل المساحه، فانا قبل ما اقلل المساحه هروح رايح للاي نوت تيبل هقول له اي نوت تيبل خلي بالك انت كنت بتشاور على مساحات قبل كده موجوده هنا، انا ما عدتش عايزك تبص على البلوكس دي، قلل عدد الاينودز اللي عندك عشان ما عادش حاجه تشاور على البلوكس دي، خلاص. يبقى انت المفروض هتعمل ايه الاول؟ هتعمل اول ريسايز تو اف اس، تمام كده. وبعد ما تعمل ريسايز تو اف اس هتروح رايح عامل ال في ريديوس، اللي انت تعمل فيها ايه؟ ان انت تقطع المساحه دي كلها على بعضها كده، دي خلاص ما عادتش موجوده، خلاص ما عادش ليها اي لازمه، ماشي كده. طيب بالمناسبه خليك فاكر، خليك فاكر في كل الحالات، في كل الحالات اللي موجوده، انت قبل ما تعمل ال في اكستند وريسايز تو اف اس كنت محتاج تعمل ايه؟ تشيك للفايل سيستم، فاكر الحكايه دي؟ برضه نفس الحكايه، قبل ما تعمل ريسايز تو اف اس او ال في ريديوس برضه لازم تعمل تشيك للفايل سيستم. تشيك للفايل سيستم هنا عمليه اجباريه هدفها بس يتاكد ان الاينود تيبل بتاعك ده تمام وزي الفل. طب ليه المشكله دي او ليه انا مضطر اعمل حاجه زي كده؟ بص انا قلت لك الاينود تيبل فيه اكتر من نسخه موجوده منه، يعني تخيل الاينود تيبل عندك نسخه تانية، خلاص، وعندك نسخه ثالثه، وعندك نسخه رابعه، وعندك نسخه خمسه، لازم الفايل سيستم بتاعك يكون ها ستيبل ومفيش اي مشاكل فيه، لازم يكون ستيبل ومفيش اي مشاكل فيه. لو الفايل سيستم بتاعك انكونسيستنت معناها البس يا معلم بكل بساطه يعني، هتلبس فيها، خلاص كده. ها حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله في اللي احنا عملناه ده؟ ها ممتاز جدا. طيب تعالى كده نطبق اللي احنا هنعمله ده، تعالى كده نطبق اللي احنا قلنا عليه بالنسبه لعمليه الريديوس. اعتقد موضوع الاكستند انتوا حفظتوه خلاص، تمام كده. تعالى ايه نعمل عمليه الريديوس. بالمناسبه عايز بس اقول لك على حاجه، وانت بتعمل اكستند بكرر مره ثانيه، مش مره ثانيه، مره المليون، انت مش محتاج تعمل اماونت للفايل سيستم وانت بتعمل اكستند، لكن وانت بتعمل ريديوس او شرينك للفايل سيستم لازم تعمل اماونت للفايل سيستم، لازم. تاني بكرر المره الالف، وانت بتعمل ال في ريديوس لازم تعمل اماونت للفايل سيستم، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، لازم تتاكد ان المساحه بعد ما تعمل ريديوس هتكون كافيه ان انت تعمل ايه او انت تخزن الملفات. يعني ايه؟ يعني تخيل واحد عنده الفايل سيستم مساحته 40 جيجا، عايز يعمل ريديوس يخليه 20 جيجا، طب وال20 التانيين هتعمل فيهم ايه؟ هترميهم في الزباله يعني ولا تعمل فيهم ايه؟
فما يجيش واحد اتهبل في مخه يكون عنده الداتا حجمها اكبر من المساحه اللي هو عايزها. طبعا ده كلام هبل يعني، ده كده واحد بيهرتل بقى بصراحه، كان انت بتلبس نفسك في مصيبه. خلاص كده تمام. طيب كلام جميل، تعالى كده نشوف فايل سيستمز اللي موجوده عندي. ال في اس، ال في اس كان عندي اوراكل. طيب دي يو داش اس اتش، هل المعلم ده او اسف دي اف داش اتش الاول. اوراكل كان معمول له ماونت عندي هنا هون، وكنت بستخدم منه مساحه 437 ميجا بس. ده كلام ممتاز جدا، مفيش اي مشكله. طيب اول حاجه لازم تعمل ام ماونت، ام ماونت الاول لسلاش داتا، عملنا ام ماونت تمام جدا. الخطوه اللي بعدها ها تشيك للفايل سيستم، هقول له كده اي 2 فايل سيستم تشيك خلاص داش اف لديف. الفوليوم جروب الاول كان عندي اسمه ايه؟ خلينا كده نجيب الاسماء في جي اس وال في اس. تمام اي 2 فايل سيستم تشيك داش اف للديف داتا اوراكل. الحمد لله عملنا فايل سيستم تشيك، ما طلعش اي مشكله عندي. خلاص كده الاينود عندي او الاينود توبل بتاعي مظبوط ومفيش اي مشاكل. طيب في حته بس يعني لو ربنا ادانا الصح يعني واتكلمنا عليها يعني ممكن في المستقبل بقى قدام خالص عند موضوع الجلاستر هبقى اكلمك بس في الحته دي لوحدها. الحته دي لوحدها كده ممكن نقعد نتكلم فيها نص ساعه ولا حاجه ماشي. بس عامه يعني او بشكل عام يعني مش هتفيدك في حاجه دلوقتي. هو بس بيقول لك ان الفايل سيستم بتاعك عنده 1 من 10% نون كونتيجوس. نون كونتيجوس دي اللي هي الداتا اللي مش او اللي مكتوبه بشكل مش مرتب عندك. خلاص كده بس ما علينا يعني، خلينا نعدي منها، مش هتفرق معانا في حاجه دلوقتي. بس كده الفايل سيستم بتاعي اتاكدت ان هو مظبوط. بعد كده العمليه اللي بعدها ها العمليه اللي بعدها هقول له كده resize 2fs لديف داتا اوراكل. خلاص انا عايز اخلي مساحته كام وليكن مثلا خليه لي يا سيدي 30 جيجا. تمام كده يبقى انا كده عملت الخطوه اللي قبل الاخيره. فاضل الخطوه الاخيره اللي هي ايه؟ ها هقول له الفي ريديوس داش ال ماينس 5 جيجا من ديف ها داتا اوراكل. بالمناسبه انا ليه قلت له ماينس 5 جيجا؟ بص لي كده، انا قلت له هنا او قبل ما اقول له اي حاجه كانت المساحه بتاعه الحاج ده كانت كام؟ ها كانت المساحه بتاعته كام؟ 35. شلت انا منه او انا خليته 30 يبقى انا شلت منه كام؟ انا هشيل منه كام؟ 5 بالعقل يعني حاجه منطقيه عشان ما حدش يقول لي انت جبت الرقم ده منين. خلاص كده تمام. خلاص انا كده خلصت الحمد لله تمام، مفيش اي مشاكل. فاضل لي بس كده اعمل ماونت مره تانية لديف داتا اوراكل، هعمل لها ماونت في سلاش داتا عندي. خلاص دي اف داش اتش ها ايه رايك؟ اتعمل لها ريسايز، اتعمل لها ريديوس من غير اي مشاكل، شغاله هي. لو جيت اقول له كده ال اس سلاش داتا، الحاجات اللي كنت ناقلها من اخر مره موجوده اهي. ها حد عنده اي مشكله؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ممتاز جدا ممتاز. طيب الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده ها الحاجه اللي بعد كده هتكلم على ال LVM ميرورنج. خلاص ايه موضوع ال LVM ميرورنج ده؟ حد سمع عن موضوع او عندنا ميرورنج، عندنا ايه تاني؟ ستريبنج وفي لينير، لينير ستريبنج وميرورنج، هم الثلاثه اللي موجودين. طب بص قبل ما اتكلم في اي حاجه تعالى افهمك ايه الليله وايه اللي ايه اللي احنا عايزين نعمله. خلاص كده الاول تعالى اكلمك كده على ال LVM بشكل عام. لما ال LVM بيجي يكتب الداتا بيكتبها ازاي؟ خلاص خلينا ناخد الموضوع واحده واحده كده من الاول.
يمكن يكون حد فيكم مش فاهمها. فاكر لما احنا اتكلمنا على ال في ام وقلت لك ان انت بيكون عندك ديسكس او بارتيشنز؟ خلاص، الاول لازم تحولها لايه؟ لازم تحول كل واحد من دول تخليه الاول فيزيكال فوليوم، بعد كده تضربهم في الخلاط مع بعض كده تعمل منهم ايه؟ الفوليوم جروب. ممتاز. بعد كده الفوليوم جروب اللي انت عملته ده، الفوليوم جروب اللي انت عملته ده، ها، تبدأ تقطع منه بقى المساحة اللي انت عايزها. يعني لو كان ده مثلا 50 جيجا وده 50 وده 50، ممكن تقسم ده كده تخليه لي واحد عندك مساحته 120 والتاني 30، ممكن تعمل لي كده واحد المساحة الإجمالية بتاعته 120 والتاني ده 30. تمام كده؟ حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب كلام جميل، تعالى كده نشيل ده بقى مش عايزينه. تمام. فاكر لما قلت لك لما بيجي يكتب الداتا بيكتب او بيقسم كل ديسك عندك او بارتيشن انت مستخدمه في ال في ام او استخدمته كفيزيكال فوليوم، بيقطعه حتت صغيره قوي كده اسمها ستريبس او سترايب ايا كان الاسم. خلاص، كل واحدة من دول قلت لك باي ديفولت مساحتها كام؟ ها، 4 ميجا. فاكر؟ فاكر الحكاية دي؟ تمام. طيب بص لي بقى كده يا ريس، دلوقتي هو لما بيجي يكتب الداتا، لما بيجي يكتب الداتا بيكتب الداتا عليهم كلهم، ولا بيكتب على واحد واحد، ولا بيكتب على واحد بس، ولا بيشتغل ازاي؟ بص تعالى كده، تخيل انت عندك دلوقتي هاردين او اتنين فوليومز موجودين هنا، قطع ده ستريب واحد، ستريب اتنين، ستريب تلاتة، ستريب اربعة، ستريب خمسة، ستة، وهكذا. هيبدأ يكتب على ده، املى ده يا عم. خلصت؟ ابدأ املى الستريب اللي بعده. خلصت؟ ابدأ املى الستريب اللي بعده. خلصت؟ ابدأ املى اللي بعده. خلصت؟ ابدأ املى اللي بعده. لا لا لا، حد واخد باله من حاجة هنا؟ طب خلص ده كله، يعني ده كله كده خلص، خلاص ما عادش في مساحة مكفية هنا على الديسك ده، ابدأ اكتب على الديسك اللي بعده. بعد كده الديسك اللي بعده، آسف، استرب على الديسك، على الديسك اللي بعده، بعد كده الاسترب اللي بعدها، بعد كده الاسترب اللي بعدها، وهكذا. حد ملاحظ حاجة هنا؟ لو أنت لاحظت اللي إحنا عملناه دون، ها، الحكاية دي فيها خازوق ما حصلش. خازوق درجة أولى، عارف هو إيه؟ انه لما جه كتب فضل يستخدم ديسك واحد من الديسكات اللي موجوده. يعني لو ال في ام بتاعك كان مكون من 4 ديسكات، هيستهلك فعليا او هيبدا يكتب لحد ما يستهلك فعليا الاول بالكامل، وبعد ما يخلصه خالص يبدا يكتب على التاني، وبعد ما يخلصه خالص يبدا يكتب على التالت، وبعد ما ينهي ده يبدا يكتب على الرابع. طب هتقول لي ايه المشكله برضو؟ بص مبدئيا يعني تفتكر ايه الاحسن، يبدا يرمي كل الداتا على ديسك واحد منهم ولا يستخدم الاربعه؟ يعني تعالى كده تعديك السيناريو التاني، عندي 4 ديسكات برضو اهم، هيكتب على ستريب هنا، خلص اكتب على الستريب اللي بعده، خلص اكتب على الستريب اللي بعده، خلص اكتب على الستريب اللي بعده. ها تفتكر ايه الاحسن، يبدا يكتب بالشكل ده ولا يبدأ يكتب بالشكل ده؟ ها، الطريقة الأولى ولا التانية؟ أعتقد واضحة جدا ليه الطريقة التانية. عارف ليه؟ أول حاجة منطقيا، منطقيا لأن معظم الديسكس اللي موجودة عندك هي ميكانيكال ديسكس، فلو أنت بتستخدم واحد بس وبتكتب بسرعة عالية، إيه اللي هيحصل؟ ده أنت هتبص، هتطلع عيني وعينين اللي خلفوه، هتخلي كده الإبرة كده بتلف جوه كده، يعني بص بتلف ال7 دخان، بتدوغ ال7 دخان جوه. خلاص، لكن لو انت بتكتب كميات داتا كبيره قوي وبتنقل الداتا على 4 ديسكات، بتوزع اللود على الاربعه ولا لا؟ بتوزع الحمل على الاربعه، بدل ما بتبعت 35 ميجا بايت في الثانيه لديسك واحد، بتبعت 35 ميجا بس المره دي، ها، لاربعه ديسك. يبقى مين الاحسن؟
اعتقد منطقيا يعني من غير اي كلام الطريقه التانيه دي الاحسن. اقول لك على خازوق تاني كمان موجود، الخازوق التاني تعال نتكلم عليه. بص لي كده، احنا جينا كتبنا هنا في الحته دي كده، او كتبنا على الديسك الاولاني ده، وبعد ما كتبنا الراجل اللي اسمه حسام ده راجل ما يعني ما بيزهقش طول النهار عمال يكتب داتا، بعد كده يرجع يمسحها، اكتب امسح اكتب امسح. فايه اللي هيحصل؟ كتب مسح رجع كتب تاني اهو، بعد كده راح راجع هوب راح مسح تاني. اهو راح راجع راح كاتب تاني، مفيش ورا حاجه بقى، قاعد صايع طول النهار عمال يكحرط في الديسك اهو. خلاص كده عارف ده ايه اللي بيحصل للديسك عندك فعليا. فعليا الديسك بتاعك، لو افترضت ان ده الديسك بتاعك، لو افترضت الديسك بتاعك اهو وفي ابره بتلف هنا، الابره دي كل شويه راحه في المنطقه دي كده عماله تلعب فيها، راحه جايه راحه جايه. اللي بيحصل المنطقة دي هنا كده بتبقى عبارة عن حاجة اسمها هوت سبوت. هوت سبوت مش بتاع الانترنت اللي انت سارقها من جارك ولا انت مشترك فيها مع جارك، لا ده المنطقة دي كده بتبقى منطقة زي اقول لك كده يعني فيها زحمة عالية جدا، يعني من الاخر انت بتمرمطها كتابة طول النهار رايح جاي. فايه اللي بيحصل؟ عمر الديسك نفسه بيقل بشكل كبير جدا، عمر الديسك نفسه بيقل بشكل كبير جدا. خلاص تمام كده. ها حد عنده أي مشكلة في كده؟ ممتاز. بص لي بقى كده، الطريقة الأولانية اللي كان بيكتب على واحد لحد ما يخلصه، وبعد كده يكتب على التاني لحد ما يخلصه، وبعد كده على التالت لحد ما يخلصه، وهكذا، اسمها لينير ال في ام لينير. خلاص طيب الطريقة التانية دي ها هي ستريبنج، من اسمها يعني ستريب اصلا يعني بيقطع، لينير معناها ايه؟ خطي، صح الترجمة الحرفية بتاعتها للعربي، يعني الكتابة بتاعته لو انت بس مثلتها في رسم بياني هتلاقيها عاملة كده. انما هنا لا، كل ما عدد الديسكات بيزيد كل ما البرفورمانس بتاعك هيزيد. خلاص كده، وكل ما عمر الديسك نفسه هيزيد معاك من حيث الكتابة عليه. ماشي كده. بالمناسبة كمان انت ممكن تستخدم الطريقة دي لو عايز اي او اعلى من كل ديسك لوحده. يعني ايه؟ يعني تخيل انت عندك داتابيز ماي سيكوال وجالك النص بتاع داتابيز قال لك انا عايز مثلا 500 اي او بير سكند. خلاص عايز اقوم ب 500 عمليه في الثانيه، والديسك الواحد عندك اقصى حاجه له 100 اي او بير سكند، هتعملها ازاي يعني؟ ملهاش حل. لكن لما تعملها مع ال في ام وحاجه زي كده مسموح، يبقى انت ساعتها تقدر تاخد ايه؟ البرفورمانس اللي انت محتاجه. تمام كده. طيب السيت اب بتاعها بسيط جدا، بس عشان اوريك السيت اب تعال عندي كده نشوف ال في ام اللي احنا كنا عاملينه قبل كده. احنا كنا عاملينه على كام ديسك اصلا؟ بي في اس كده. انا عندي يا سيدي ام دي 0 ام دي 1. طيب عشان اوريك الكلام ده همسح ال في ام اللي عندي تماما واعمله على 4 ديسكات ونبدا نشوف ايه، ونبدا نشوف الكلام ده. خلاص كده. طيب تعال كده نشوف هل هو ماونتد ولا لا. خليك فاكر لما تيجي تمسح اي بارتيشن او ال في ام اتاكد ان هو ماونتد ولا لا، وبعيد الكلام ده للمره المليون، لان شوف ياما شفت ناس بيروح يعمل فورمات للبارتيشن وهو اصلا ماونتد، وناس تانية بتروح تديليت البارتيشن او بتديليت ال في ام او بتديليت الريد وهو اصلا شغال. طبعا ده كلام تهريج، طبعا ده اسمه عك 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 يعني. ماشي خليك فاكر الحكاية دي تمام كده. طيب كلام جميل. الاول ام ماونت لمين؟
للبارتيشن ده بعد ما عملت اماونت، لو قلت له كده ال في اس ال في ريموف ديف اوراكل ديف داتا اوراكل، امسحه خالص مش عايزه في اي حاجه. بعد كده في جي ريموف، هريموف مين يا عم؟ داتا دون في جي اس كده، ما عادش عندي فوليوم جروبس باللي انا كنت عاملها، اللي موجود اللي عليه الفايل سيستم نفسه، اللي عليه الاوبريتنج سيستم نفسه ساعه الانستوليشن. ده كلام ممتاز جدا. بي في اس خلاص، هقول له كده بي في ريموف ديف ام دي 0 وبي في ريموف ديف ام دي 1. لو جيت اقول له كده بي في اس كده، ما عادش عندي فوليوم جروبس خالص. بعد كده اقول له كده ام دي اد، او الاول كات سلاش بروك ام دي ستات. بعد كده هقول له ام دي اد داش داش ستوب سلاش ديف ام دي 0 وهستوب كمان ام دي 1. بعد كده مان كده ام دي اد ام دي اد. تعالى كده فين الاوبشن بتاع الزيروينج؟ اهون هقوله كده ام دي اد داش داش زيرو سوبر بلوك لديف. ها لديف مين؟ اس دي بي وديف اس دي سي وديف اس دي اي وديف اس دي اف. اف اف احنا كنا مستخدمين اف عندنا؟ لا ما عندناش اف اصلا، عندنا اس اس دي بي دي وسي واي دي اس دي دي. اهو دي غلطه مننا اهو، اس دي دي خلاص كده. بيقول لي ان ريكوجنايزد ام دي كومبوننت ديفايس ديف اس دي بي. طيب ال اس بلوك عندي اهو، ما عادش حاجه موجوده. ليه الايرور او مش ايرور، هو وورنينج طلع لي، لان لما نفذت الامر ده اول مره راح رايح اعملهم لمين؟ لكل الموجودين دول ما عدا اس دي اف. لو لاحظت المره دي ما قالكش على اس دي دي نفسها، قالك على الثلاثه اللي اتعملوا قبل كده، لانه اصلا ما لقاش سوبر بلوك عليه، ما لقاش الام دي ادم سوبر بلوك لانه اتعمل في الخطوه اللي قبلها هنا، لو انت خدت بالك. ماشي كده تمام. هنا بس طلع لك وورنينج كده انه مش لاقي حاجه اسمها اس دي اف، وده عنده حق فيها. المره الثانيه قال لك انا مش لاقي سوبر بلوك على دول، ليه مش لاقيه؟ لانه مسحهم قبل كده في الخطوه دي اهو، فما تتخضش يعني، ها ما يبقاش قلبك خفيف تمام كده. لو جيت عملت ال اس بلوك هيقول لك ان دول بقوا ديسكات عاديه خالص ومفيش منهم اي حاجه، لا في ال في ام اتاخد منهم ولا في ايه، ها ولا في ريد اتاخد منهم ولا اي حاجه خالص. ها حد عنده اي مشكله كده؟ هقول له كده بي في كرييت ديف اس دي بي وسي ودي واي اهم الاربعه اتكريتهم. بعد كده ها الخطوه اللي بعدها، الاول قبل اي حاجه بي في اس، ها هل بقوا ظاهرين عندك؟ هل بقوا ظاهرين؟ ايوه بقوا ظاهرين. بعد كده هقول له ايه؟ هقول له كده في جي كرييت من مين يا عم؟ خلينا نسميه داتا برضو، وهيتكون من ديف اس دي بي، خليها كده بي وسي ودي واي اهو خلاص. في جي اس كده اهو، داتا عندي مساحته تقريبا 80 جيجا، اللي هم الاربع ديسكات اللي موجودين عندي. اعتقد ان احنا كده لحد دلوقتي تمام وزي الفل. فضل الخطوه اللي بعد كده، ها بالمناسبه قبل ما اعمل اي حاجه كان في عندك كده في جي ديسبلاي، في جي ديسبلاي داتا كده في جي ديسبلاي داتا. بص كده كويس، عندك كام فيزيكال فوليوم موجودين دلوقتي؟ ها واخد بالك؟ طيب انا عايزه دلوقتي لما يجي يكتب الداتا، عايزه لما يجي يكتب الداتا يبدا يوزعها على الاربعه، عايزه لما يجي يكتب الداتا ها
عايزه يبدأ يوزعها على 4. هقول له كده ال في كرييت داش داش سايز وليكن خليه لي يا عم 40 جيجا ماشي، داش داش نيم، النيم بتاعه سميه لي اوراكل، نفس اللي احنا عملناه قبل كده، بس المرة دي هقول له كده داش اي. داش اي معناها سترايب، عدد السترايبس قد ايه، خلاص كده، او هتوزع السترايبس على ديسكس قد ايه من اللي موجودين، خلاص كده ماشي. هقول له اي انا كان عندي كام، 4، معنى كده انا عايز اوزع الداتا على الاربعة، هو او على الاربعة ديسكات اللي موجودين عندي لما يجي يكتب، خلاص. طيب داش اي 4 واقول له من انهي فوليوم جروب، فوليوم جروب بتاعي كان اسمه داتا، خلاص. هنا بيقول لي انا لقيت اي اكس تي 4 سيجنتشر، عايز تكمل؟ اقول له ايوه، خلاص. لو جيت اقول له كده ال في اس ها اتكريت اهو، لا اللي فوقه اهو، تمام كده. طيب ال في ديسبلاي لديف داتا اوراكل، عايزين كده نشوف الداتا بتاعته فين يا عم. مش موريني اي معلومات. طيب ممكن اعمل حركة صايعة، كنا لو كده اللي في ديسبلاي كان ايه يا سيدي، كان ايه، ممكن اقول له وريني المابنج بتاعك بتاع الداتا، المابنج بتاعك. ايوه يا عم الحاج الله يفتح عليك، بص كده، بص كده بيقول لك ايه، بص المابنج بتاعه هيعمل ايه، قال لك انا لما اجي اكتب هكتب السترايبس بتوعك ها بالشكل ده، سترايب 0 هتتكتب بالمنظر ده او هتتكتب هنا، سترايب 1 هتتكتب هنا، وسترايب 2 هتتكتب هنا، وسترايب 3 هتتكتب هنا، شفت. بالمناسبة كمان لو انت جيت حبيت تحسب انت عندك كام اجمالي، عندك كام سترايب موجودة، التوتال بتاعهم كام، 10239. بص لي كده ده حجمه قد ايه، وده وده وده، جمع الاربعة هيديك مساحة ايه، المساحة الكلية، خلاص كده. شفت اللي احنا عملناه ايه، بدل ما كان بيكتب على واحد لحد ما يخلصه، دلوقتي بقى بيعمل ايه، ها بيوزع على 4 ديسكات اللي موجودين عندك. يعني ممكن تستخدمها عشان تاخد برفورمانس اعلى، او ممكن تستخدمها عشان ما يكونش في عندك هوت سبوت في الديسك اللي موجود عندك، تمام كده. طيب ايه تاني كنت عايز اقوله، اللهم صل على النبي، كان في الميرورنج، لا قبل الميرورنج كان في حاجه عايز اقول لك عليها. كان في امر حلو قوي مع ال في ديسبلاي داش ام ده، ووتش مع الريد مش مع ال في ام، انت هتوتش ايه؟ طيب قول لي، كان ايه يا سيدي الامر، مش فاكر والله. كان في امر حلو قوي كنت بستخدمه ايام زمان، استنى اعتقد هو دي مسج دي ام اي دي كود، لا دي ام ريد اعتقد، هو دي ام سيت اب، ده دي ام سيت اب اعتقد. طيب ايه اللي مع المعلم ده كده، دي ام سيت اب داش داش هيلب كده، هو ده هو ده يا معلم. طيب تعالى كده اقول له دي ام سيت اب
بي ام سيت اب ديبندنسز بتاعه ديف داتا اوراكل. هو ده اللي انا عايزه. امسك عندك، بص لي كده، عندك كام ديبندنسي لللوجيكال فوليوم ده؟ ها ايه رايك؟ ها خلاص كده وضحت؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا قلته؟ طيب كلام كلام جميل، ممتاز جدا. يبقى كده الستريبنج اللينير، وباي ديفولت اصلا خليك فاكر الحكايه دي، باي ديفولت، باي ديفولت ال في ام من غير ما تقرب له بيشتغل لينير من غير اي حاجه خالص. لو حبيت يعمل ستريبنج، ها لازم تكتب بايدك او لازم تقوله بنفسك، ولازم تقوله بنفسك وانت بتكرييت اللوجيكال فوليوم نفسه. خليك فاكر الحكايه دي، لازم تقول له بنفسك وانت بتكريت اللوجيكال فوليوم. ما ينفعش بعد ما كنت او بعد ما عملت اللوجيكال فوليوم، ها تروح تقول له انا عايزك تبدا تكتب داتا حته هنا وحته هنا وحته هنا. لا، الكلام ده وقت الكرييشن بس. خلاص كده وضحت؟ طيب هناخد بريك 5 دقايق ان شاء الله، وبعد كده نرجع نكمل الايه. ممكن نخش على ال في ام ميرورنج كمان، او مش عارف والله لسه، يعني هنشوف ايه الموضوع اللي انتوا ممكن تاخدوها النهارده، بس حاول النهارده نديكم موضوعين 3 كمان. تمام كده؟ طيب ممتاز جدا. طيب الموضوع التاني اللي هنبدأ نتكلم عليه اللي هو موضوع ال LVM سناب شوت. خلاص؟ موضوع ال LVM سناب شوت مهم جدا بالنسبة لك كسيستم ادمن، لأنه هيساعدك في أحوال كتيرة جدا. اهم حاجه منها موضوع الابديتس. من اكتر الحاجات اللي بتقلق الناس او السيستم ادمنز موضوع الابديتس. تمام كده؟ طيب ممكن بس ثواني. طيب نرجع تاني. زي ما قلت لكم اهم موضوع عندك وانت شغال بالذات مع السناب شوتس دول هيقابلك موضوع الابديتس. تخيل كده انت بتعمل ابديت، وهوب في نص ما السيستم بينستول الباكجز، بخ، حصل فيلير بقى، حصل سوفت وير فيلير، حصل هارد وير فيلير، الله اعلم ايه اللي حصل. المهم ان هو في وسط ما بينستول الفايلز بتاعتك الانستوليشن وقف. اللي هيحصل بكل بساطه ان انت لبست في الحيط. طبعا لو مفيش عندك باك اب يعني الف مبروك، شكرا. فبتكون العمليه دي عمليه مزعجه جدا، عمليه مزعجه جدا جدا جدا. برضو بتحتاجها برضو في احوال تانية، ان انت كان عندك داتابيز مثلا، والداتابيز دي عايز تعمل لها ريستور، وخايف لو عملت ريستور الريستور ده اصلا ما يشتغلش، يبقى انت باظت الداتابيز اللي موجوده عندك والريستوريشن كمان باظ. فانت في احوال كتيره جدا هتحتاج يبقى يكون عندك نسخه باك اب من الداتا اللي موجوده عندك، بحيث لما تيجي تجرب حاجه جديده لو حصلت مشكله تعمل ريفيرت باك لايه، للداتا اللي كانت موجوده. خلاص، هو ده الفكره بتاعت السناب شوت. كلمه سناب شوت دي بكل بساطه كده يعني اعتقد كلكم سمعتوها وشفتوها قبل كده مليون مره. سناب شوت كده كانك خدت صوره من الحاجه اللي قدامك، بس بكل بساطه كانك خدت صوره منها. تمام كده، ادي كل فكره السناب شوت. طب ايه بقى موضوع الصوره ده يا عم؟ بص لي كده، تعالى كده بسرعه. اهون انا عندي، اهون انا عملت فوليوم موجود اهو. الفوليوم ده وليكن عليه داتا مكتوبه، وعايز اكتب داتا تانية هنا، انا عايز اكتب في الحته دي او في الحته دي. خلاص، بس انا خايف، انا خايف ان انا لو جيت كتبت تحصل مشكله. فقال لك بس استنى عندك، روح خد سناب شوت منه، خد صوره طبق الاصل منه، وبعد كده لما تيجي تكتب، ها لما تيجي تكتب هتكتب فعليا فين؟ هتكتب على القديم ولا هتعمل ايه بالظبط؟ ايه اللي هيحصل؟ ها حد عنده فكرة؟
حد فيكم الأول سمع عن المصطلح ده؟ ها؟ حد سمع عن المصطلح ده؟ طب حد سمع عن الكلمة دي قبل كده؟ مفيش خالص؟ أبيض؟ بص لي كده، بص لي يا سيدي. انسى خالص السناب شوت دلوقتي، انسى السناب شوت دلوقتي، بص لي كده. عايزين مثال موسط. حلو قوي، حلو قوي، بص لي كده على المثال ده. تفتكر ان عندك مدرس بيدي درس عنده 20 طالب. عندك مدرس بيدي درس عنده 20 طالب، خلاص؟ وواحد من الطلبة جاب له مسألة، خلاص؟ جاب له مسألة كده، مسألة دي صعبة قوي، صعبة قوي قوي يعني، وجاب له مسألة بيتحدى بيها ان المدرس نفسه يحلها. خلاص؟ المسألة دي كان في مدرس تاني بيتحدى المدرس اللي بيدي درس للطلبة عشان يحلها. خلاص؟ يعني مدرس الفصل بتاع المدرسة بيتحدى ان المدرس اللي الطلبة بياخده عنده درس بره ان هو يحل المسألة دي. خلاص؟ فعمل ايه؟ راح رايح كده واخد ورقة وراح كاتب عليها المسألة بتاعته، وراح مديها لطالب من الطلبة وقال له خلي المدرس اللي بيديكوا درس دوم لو شاطر يوريني نفسه ويحلها، ماشي كده؟ فراح المدرس التاني بص كده لقى، قال لها ايه يا عم المسألة دي، المسألة صعبة قوي. فايه؟ فالمعلم دوم المدرس التاني ده عايز يحل مسألة وفي نفس الوقت خايف ان هو لو جه يحلها على نفس الورقة ممكن الحل بتاعه يطلع مش مظبوط، او ممكن يشخبط على الورقه بالغلط فيبقى شكلها سيء جدا يعني. فهيعمل ايه؟ هيروح رايح واخد الورقه دي مدخلها على مكنه التصوير واخد نسخه بالاصل منها ويسيب الورقه دي، ماشي؟ بعد ما خد نسخه منها هيبدا يكتب على النسخه دي، يشخبط بقى براحته، يتنطط، يحل، يعمل اللي هو عايزه لحد ما يوصل لحل نهائي. لحد ما يوصل لحل نهائي ويبقى عنده احتمالين، يا اما يكتب الحل النهائي هنا والورق يبقى شكلها نظيف والدنيا تمام التمام، يا اما كده يبعت له يقول له لا يا عم المسألة دي فيها حاجة غلط او مش هتتحل بقى، خلاص ملهاش حل عندي. خلاص؟ يبقى بكل بساطة هو ده اللي حصل عندنا بالظبط، بالظبط. انت عندك داتا موجودة اهي، ادي الداتا موجودة اهي، انت خايف تكتب على الداتا دي اي حاجه للدنيا تبوظ، فهتعمل ايه؟ هاخد نسخه طبق الاصل منها بالظبط بالملي اللي هي السناب شوت. خلاص كده؟ طيب دلوقتي فرضا هتبدا تكتب براحتك بقى زي ما انت عايز، اتنطط يا عم مفيش اي مشاكل هنا، انت عندك نسخه احتياط اهون، ابدا اكتب هنا براحتك، شخبط بقى ما يهمكش بقى، امسح داتا من هنا، ضيف داتا هنا، براحتك. وجيت في اي لحظه اكتشفت ان ده كده بقى شكلها مش لطيف، الداتا اللي مكتوبه هنا فيها حاجه غلط، يبقى عندك حل من اتنين، يا اما تعمل حاجه اسمها ريفيرت، يعني ايه؟ اعمل ديسكارد للداتا دي. طب لو عملت ديسكارد هيجيب الداتا منين؟ هقول لك ثانيه واحده، ما انت كنت واخد صوره طبق الاصل، خد الصوره طبق الاصل دي ورجعها مكانها مره تانيه بس خلاص. او تعمل ايه؟ ميرج للداتا بتاعتك، ماشي؟ الريفرت هيعتبر هما الاثنين واحد، ماشي كده؟ يعني ايه؟ يعني سيب الداتا دي مكتوبه زي ما هي وامسح السناب شوت. يبقى عندك حل من اتنين، يا اما تابلاي الداتا وتقول له خلاص يا عم اللي اتكتب سيبه زي ما هو، امسح لي النسخه الاصليه دي انا ما كنتش عايزها، انا خلاص كتبت هنا والدنيا تمام التمام وهو ده اللي انا عايزه، يا اما تقول له خد النسخه الاحتياطي دي اعمل لها ريفيرت او اعمل لها ميرج مره تانية، رجعها زي ما كانت مره تانية. ها ايه رايك؟ هي دي كل فكره السناب شوت. حد عنده اي مشكله في اي حاجه انا قلتها؟ بالمناسبه لما تيجي تعمل سناب شوت معناها لازم يكون عندك داتا اصلا موجوده، صح؟ لما تيجي تعمل سناب شوت معناها لازم يكون عندك داتا اصلا موجوده، ماشي كده؟ تعالى كده نبدأ نشتغل، هقول له كده ال في اس، تعالى كده نطلع ده كده فوق هنا ونقول له كده
mkfs.ext4/dev/data-oracle، وبعد كده mount dev data oracle تحت سلاش data، وبعد كده تعال كده نكوبي مثلا cb-r/user، حطه لي يا عم تحت سلاش data، هكتب شوية data كده عليه ها بحيث ان يكون عندي data موجودة قبل كده، وبعد كده ابوظ data دي، وبعد كده اشوف انا عايز اعمل لها revert او merge او شوف انا هعمل فيها ايه دلوقتي. خلاص اعتقد ان كده كافي جدا. وتعالى كمان ناخد اي تي سي كده بالمره اهو يا عم. يبقى انا كده عندي دايركتري اسمها داتا فيها شويه ملفات، لو جيت اقول له كده دي يو داش اس اتش سلاش داتا ها مكتوب عليها 1 جيجا اهو، دي اف داش اتش حوالي 1.1 جيجا بايت مكتوبين هنا، في حوالي 1.1 جيجا بايت مكتوبين هنا. ساعتها بس ممكن ابدا اقول له ايه، تعالى يا عم بقى اعمل لي سناب شوت منين، انا عايز اخد صوره طبق الاصل منها. خلاص كده طيب تعالى نعمل كده سناب شوت. قبل ما اعمل سناب شوت عايز بس اخليك تركز في حته معينه، عايز اخليك تركز في حته معينه. بص لي كده، ده انت كان عندك وليكن 10 ورقات، 10 ورقات خلاص بلاش يا عم، عندك 10 بيبرز، 3 بس اللي مكتوب عليهم و7 فاضيين، ماشي كده؟ 7 فاضيين، فاضيين ورق ابيض مفيش اي حاجه فيه. تفتكر لما تحب تاخد باك اب من الداتا دي او تاخد سناب شوت من الداتا دي او تعمل نسخه تانية بمكنه التصوير، هل انت محتاج تاخد نسخه من ده اصلا بالعقل؟ يعني خليك كده اكلمك بشكل منطقي، تفتكر انا محتاج اخد نسخه من السبع ورقات دول؟ اكيد لا، اكيد لا مش محتاجهم اساسا. هو ده بالظبط بقى نفس فكره السناب شوت كمان. ازاي يا عم؟ بص لي كده، انا عندي بارتيشن او عندي لوجيكال فوليوم بمعنى ادق، اللوجيكال فوليوم ده مساحته 500 جيجا مثلا ها، بس الداتا اللي مكتوبه 5 جيجا بس. طب السناب شوت فوليوم او السناب شوت اللي هعملها المفروض تكون مساحتها كام؟ ها بص، اي حاجه ما عدا اقل من 5 جيجا، يعني ممكن تكون نفس المساحه دي بالظبط او اكبر، لكن ما ينفعش تكون 4 جيجا. ينفع تكون 4 جيجا؟ يعني هاخد يعني بدل انا عندي 3 ورقات اروح اصور 2 واسيب واحده؟ مش 3 ورقات مكتوب فيهم، طب ولو خدت 2 هسيب انهي واحده من الثلاثه؟ طب ما كانش في واحده من الثلاثه مكتوب عليها، هسيبها ازاي اصلا؟ ازاي احل المساله دي او ازاي هاخد نسخه من دي، هاخد سناب شوت منها؟ فخليك منطقي برضو. يعني معنى كده لما تيجي تعمل سناب شوت لازم تاخد تبص الاول عندك داتا قد ايه مكتوبه، وتخلي السناب شوت يا بنفس الحجم يا اكبر، يفضل اكبر، يفضل اكبر. انا عن نفسي انا لو انت سالتني هقول لك بص يا عم، لو انت عندك داتا على ديسك او على لوجيكال فوليوم، اللوجيكال فوليوم ده مساحته 500 جيجا، خلي السناب شوت هي كمان 500 جيجا. خلاص ليه الحكايه دي؟ هقول لك ليه، اديك مثال خازوقي ما حصلش. انت النهارده كنت كاتب 5 جيجا هنا تمام كده، فانت محتاج فعليا كام للسناب شوت؟ محتاج للسناب شوت 5 جيجا كمان صح؟ طيب جيت بكره كتبت داتا تانية بقت 6 بقت 10 بقت 20 بقت 50 بقت 100، طب وحجم السناب شوت هنا ايه اللي حصل لها؟ الحجم بتاعها ثابت زي ما هو. يا نهار اسود، امال الداتا اللي هتتكتب هنا هتروح فين؟ ها هيتعمل لها ديسكارد. يا نهار ازرق، يعني انت لبست نفسك في الجدار؟ ايوه لبست نفسك في الجدار بسبب السناب شوت. خلاص فانت ما تدخلش نفسك في السيناريو اللي ملوش اي 60 لازمه ده خالص، ان انت تعمل سناب شوت يكون حجمها قليل وتكتب داتا اكبر من حجم السناب شوت نفسها. طب ما هو اكيد الفايل سيستم هيعمل ديسكارد للداتا دي، حاجه منطقيه جدا. يعني عندك كوبايه حجمها 100 مللي، عايز تحط لي فيها كده 150 مللي ميه، هو هياخد ال 100 مللي وال 50 هيقعوا بره، هيتعمل لهم ديسكارد بس. فانا مش عايزك تتحط في السيناريو ده. طبعا بما اننا بنتست او في لاب تيستنج فمسموح لنا واحنا بنتست تعمل حاجه زي كده. بالمناسبه ممكن في البرودكشن برضو تعملها، بس خلي بالك لازم يعني كيب ان اي على الحاجه دي، يعني خلي عينك عليها،
يعني لو انت عملت عندك داتا مساحتها 5 جيجا وانت عملت سناب شوت 15 جيجا، بس كان حجم البارتيشن نفسه او اللوجيكال فوليوم 500 جيجا، فخلي عينك عليها بحيث ان ما يحصلش وتتحط في الموقع او في الموقف بتاع ايه؟ ديسكارد للداتا دون. ماشي؟ ها حد فاهم انا قلت ايه ولا حد وقع منه او اي حاجه؟ حد يوقفني طيب لو عنده مشكله. ها؟ فيش الا حسام بس؟ طيب مفيش الا اتنين اصلا، مش الا حسام واحمد. تاني سناب شوت بتاعتك اللي انت خدتها لو حجمها اقل من حجم الداتا اللي موجوده فعليا على الفايل سيستم، الداتا هيتعمل لها ديسكارد لما تيجي تتكتب. خلاص كده، خليك فاكر الحكايه دي. ماشي؟ فانت المفروض تخلي حجم السناب شوت قد حجم الداتا الفعليه اللي مكتوبه على اللوجيكال فوليوم او اكبر. وقلت لك يفضل اكبر، مش كده وبس، انا عن نفسي انا بفضل ان حجم اللوجيكال فوليوم يبقى او حجم السناب شوت يكون قد حجم اللوجيكال فوليوم اللي هي بتبص عليه. خلاص كده تمام. طيب كلام جميل. ممكن اقول له كده تعالى يا عم اعمل لي سناب شوت دي. ممكن اقول له كده يا سيدي انا عندي ديف مابر داتا اوراكل او ديف داتا اوراكل، ممكن اقول له كده ال في كرييت داش داش. الاول انا السايز عندي كام؟ دي اف داش اتش موجوده اهو، 1.1 جيجا. تعالى نعمل سناب شوت حجمها 2 جيجا، ممتاز جدا. ال في كرييت داش داش سايز 2 جيجا. ممكن اقول له كده داش داش نيم، سميها لي اوراكل سناب، خلاص اي اسم يعني يعجبك. ممكن اقول له كده داش داش سناب شوت، بس كده. ايوه ناقصك بس حاجه واحده، تقول له ايه؟ ها تقول له ايه؟ هي بتبص على انهي لوجيكال فوليوم بس كده. هتبص على ديف او هتبص على داتا ديف داتا اوراكل داش داش سناب شوت. فيها مشكلة في الكلمة اهون، سناب شوت سلاش ديف داتا اوراكل. خلاص كده اهو، بيقول لك اهون ان اللوجيكال فوليوم اللي اسمه اوراكل داش سناب كرييتد. تمام كده. طيب بالمناسبة لو جيت تقول له كده دلوقتي ال في اس، وريني كده يا عم لوجيكال فوليوم انت، بص لي كده هتلاقي عندك اوراكل سناب. ها وده عبارة عن لوجيكال فوليوم من الفوليوم جروب اللي اسمه داتا. بص لي كده اللوجيكال فوليوم سايز كام؟ ها 2 جيجا اهو. ماشي؟ طيب بص لي هنا كده هتلاقي في عندك حاجه جديده خالص. اول حاجه هكلمك عليها الاس. الاس معناها ان هو ايه؟ ها ها سناب شوت. خليك فاكر الحته دي. ماشي؟ هبقى اجي لكم حكايه الاتريبيوتس دي. ايوه هجي لكم حكايه الاتريبيوتس دي واتكلم عليها ان شاء الله بشكل مفصل يعني. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ عايز اوريك ايه في الموضوع دون قبل اي حاجه. تعالى كده، لو قلت لك ال في ديسبلاي ديف داتا اوراكل سناب اوراكل داش سناب اهو. فين 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 فين؟ بص لي كده. ها ايه رايك؟ عارف ده عمل لك ايه؟ قال لك ان ده عباره عن اكتف ديستنيشن. ها لاني واحد للاوراكل بتاعك. حلوه الحته اللي حسام قالها دي. بص لي كده بيقول لك انت مستخدم مساحه قد ايه دلوقتي من السناب شوت دي. ها 2 جيجا عندك، خلاص؟ فانت ما تجيش تكتب لي اكتر من ال 2 جيجا دول عندك في السناب شوت.
خليك فاكر الحتة دي، ما تجيش تكتب اكتر من 2 جيجا في السناب شوت. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. ايه تاني ممكن نعمله هنا يا سيدي؟ ممكن اعمل ايه؟ تعال كده نخرب بقى. يعني تخيل انا اشتغلت في السيناريو، لو جيت اقول له كده دي اف داش اتش سي دي سلاش داتا هنا ال اس، تعالى كده اقول له ار ام يو اس ار داش ار اف، اهون خربت هنا دي اف داش اتش. لو جيت اقول له ال في اس، بص لي كده، بدأ يستخدم جزء من المساحة هون. خلاص. طيب دلوقتي انا عملت ابديت، والابديت حصل له فيل والدنيا بقت كوربتد، وانا عايز اريستور السناب شوت ده، عايز ارجع كل حاجة لاصلها. لو جيت اقول له كده ال اس يو اس ار اللي كانت موجودة عندي طارت. فانا مضطر اعمل ايه؟ تعالى كده نعمل اول اماونت لما تيجي تريفيرت السناب شوت، اماونت سلاش داتا. بعد كده الخطوة اللي بعدها هعمل ايه؟ خليك فاكر اتاكد ان هي مش ماونتد في مكان تاني، ممكن يكون واحد عامل لها ماونت في مكان تاني، فتاكد من الحكايه دي. كنت اقول له كده ال في كونفرت داش داش ميرج لمين يا عم؟ ها حاضر، هعيد لك الحته دي تاني لانه واضح ان انت مش فاهمها، او في يعني اقول لك ايه لسه ما دخلتش دماغك، هعيدها لك حالا. ال في كونفرت داش داش ميرج لديف داتا اوراكل سناب. خلاص كده. يلا يا وحش. طيب لو جيت تقول له بعدها على طول دي اف داش اتش، ايه اللي هيحصل معاك؟ دي اف داش اتش، تعال الاول نعمل له كده ماونت لديف داتا اوراكل تحت سلاش داتا دي اف داش اتش. بص لي رجع مساحته قد ايه. طيب ال اس كده سلاش داتا، ها رجعت مكانها تاني. يبقى عملية الميرجنج أو الريفيرتنج دي، ها عملية الميرج أو الريفيرت، ها رجعتك لموقفك تاني. خلاص كده تمام. طيب النقطة اللي أنت كنت تسأل فيها، يعني إيه ما ينفعش تكتب أكتر من 2 جيجا؟ تعالى كده أكلمك في السيناريو ده، بلاش سيناريو يا عم، تعالى كده ال في كرييت، تعمل سناب شوت تانية. خلاص واقول له كده ال في اس، حلو جدا. تعالى كده بص يا سيدي، تعالى كده اجيبها لك بشكل افضل، بشكل افضل. بص انا عندي اهون، انا عندي اهو كلام مكتوب هنا في الجزء ده. قلت له انا هاخد سناب شوت من ايه؟ هاخد سناب شوت من الداتا اللي موجوده هنا دي، هعمل سناب شوت. خلاص السناب شوت بيستخدم حاجه اسمها كوبي اون رايت. يعني ايه كوبي اون رايت ده؟ بص لي كده، في تكنيك مهم قوي في الميموري بالذات في الرامات عندك في اللينكس. بص انت عندك ابلكيشن ايه موجود هنا، وليكن عندك ميديا بلاير موجود هنا في الرام، وحاجز وليكن 20 ميجا من الرام. اي ميديا بلاير بقى، كي ام بلاير او ام بلاير او ايا كان البلاير اللي انت مشغله يعني. حلو جدا. خلاص كده عندي ميديا بلاير شغال، ابلكيشن شغال، عندي الفيم شغال، الاس اس اتش، اي ابلكيشن، والابلكيشن ده واخد 20 ميجا من الرام. رحت فاتح انستنس تاني من الابلكيشن ده، اهو ده انستنس 2 منه. لو ده بياخد 20 فالانستنس التاني كمان محتاج كام ميجا؟ ها بشكل منطقي محتاج هو كمان 20، صح؟
حلو. طيب هل انت كده استخدمت الميموري بشكل افيشنت ولا لا؟ انا عايزك انت اللي تجاوب، هل استخدمت الميموري بشكل افيشنت؟ لا، ده بشكل سيء جدا جدا جدا. ده يعني حاجة، بص يعني مش عايز اقول لك، يعني انت كده بتخرب الدنيا. ليه؟ لان بص، ادي الميموري بتاعتك صح؟ هل او الام بلاير بتاعك او الميديا بلاير بتاعك ده هو نفس الميموري سبيس محتاجها للتو انستانسز ولا لا؟ لو انت بصيت كده في الميموري نفسها في البيجز بتاعتها، هتلاقي ان كل ابلكيشن غالبا، مش كل ابلكيشن، هو نفس الابلكيشن في حالتنا محتاج نفس الميموري سبيس عشان يرن صح؟ طب ليه ما تاخدش مساحة واحدة وبعد كده لما ده يحب يكتب احجز له حتة صغيرة بس يكتب اللي هو محتاجه، والانستانس التاني يعني سيب دي كده شيرد سبيس او شيرد ميموري سبيس، والانستانس الاول لو دي كانت 20 ميجا سيبها 20 زي ما هي. الانستانس الاول عايز يكتب معلومات خاصه بتشغيل الملف الاول، المعلومات دي كلها لا تتخطى باي حال من الاحوال 1 ميجا، والتاني محتاج كمان تقريبا 1 ميجا. يبقى انت هنا المساحه الاجماليه للانستانس الاول بقت كام؟ ها 20 زائد 1. طب والانستانس التاني هي نفس ال 20 زائد 1 برضه، يبقى الاجمالي اللي انت خدته كام؟ 22 ميجا صح؟ لكن في الحاله الاولانيه كل انستانس لوحده بشكل كامل كان هياخد اجمالا مساحه كام؟ 40 ميجا. يا دين النبي، تخيل لو عندك 5 انستانس. خلاص، مش ملف بقى، خلينا نتكلم في حالتنا الداتا اللي هتتكتب بغض النظر، ممكن تكون بتتكتب في الميموري عندي في حالتنا تمام، ممكن يكون فايل. تعال ناخد بقى مثال الفايل بقى، تعال ناخد مثال الفايل، تعال ناخد مثال الفايل. بص لي هنا كده، ادي فايل عندي، الفايل ده مساحته 5 ميجا. خلاص، انا حبيت اكتب في الملف ده 2 ميجا كمان، هل الاحسن اخد صوره طبق الاصل منه زائد ال 2 ميجا، يعني اخد 5 زائد ال 2، ولا اقول له بس وقف لي الكتابه هنا وخد لي منها سناب شوت ولما تحب تكتب اكتب 2 ميجا بس جديده وبوينت على الملف ده، ولو جيت تعمل سناب شوت تانيه اعمل سناب شوت تانيه خلاص محتاج اكتب فيها 1 ميجا وبوينت على الملف ده، ايه الاحسن؟ ها. طب لو حبيت ريفرت للملف الاصلي، ما هو اصلا موجود مكانه هو. طب لو حبيت امرج الاتنين دول مع بعض، خلاص يا عم ميرج براحتك. وضحت؟ ها، يبقى انا كنت بعمل ايه؟ بسيب النسخة الأصلية زي ما هي، مش بقرب لها. عملية السناب شوت هنا بيسيب النسخة الأصلية زي ما هي، مش هيقرب لها إطلاقا، بس هيوقف الكتاب عليها، أنا مش هكتب عليها أي حاجة، أنا هسيبها ريد أونلي. لو حبيت أكتب عليها أو أمسح منها هبدأ أعمل بوينترز تشاور على الكتابة دي الجديدة، أو تثبت كده أو تخزن إن أنا مسحت جزء من الداتا دي، لا اكتر ولا اقل. طيب تكتب قد ايه في الحته دي، ها هو ده حجم السناب شوت نفسه. يعني لو قلت له انا عايز اكتب في السناب شوت لحد 2 جيجا، معناها ان لو كان عندك هنا 5 جيجا الخمسه هيفضلوا زي ما هم. طب اقدر اكتب قد ايه جديد؟ قال لك تقدر تكتب جديد لحد 2 جيجا، 2 جيجا على الخمسه، يبقى اجمالا لما تيجي تبص كده المساحة اللي هتقدر تزودها كام؟ 2 على 5، هيبقى كله على بعضه 7. وصلت؟ يبقى لما تيجي تعمل السناب شوت بتاعتك، أو آسف بلاش السناب شوت، لما تيجي تكتب داتا بقى بشكل مجمل بشكل مطلق، ما تجيش تعمل لي حجم الداتا إجمالا أكتر من 7، آسف، أكتر من 7 جيجا. صح؟ بالعقل يعني. في حالتنا دي لو عملت أكتر من 7 جيجا إيه اللي هيحصل؟ هيحصل ديسكارد للداتا، انسى الداتا هتترمى في الزبالة ولا ليها اي لازمة. خلاص كده؟
ها وضحت؟ لو لسه عندك مشكلة فيها قول، خليك فاكر السناب شوت، السناب شوت مش حجم الداتا اللي انت هتاخد منها صورة، لأ السناب شوت هي بيوقف الكتابة على النسخة اللي كانت موجودة قبل كده، بس السناب شوت بتحدد لك حجم الكتابة اللي هتكتبها قد ايه. خلاص كده؟ ايوه. لا السناب شوت هو حجم الداتا الجديده اللي هتتكتب على النسخه الاصليه اللي كانت موجوده، او مش على النسخه الاصليه زائد النسخه الاصليه اللي كانت موجوده. يعني لو النسخه الاصليه كانت 5 والسناب شوت كلها على بعضها 2 جيجا، هيبقى كله كده على بعضه 7 جيجا بعد ما تخلص كتابه، ما ينفعش يزيد عن 7 جيجا. خلاص كده؟ لو عندك اي مشكله في الحته دي قول. ها لو عندك اي مشكله في الحته دي قول. عندك داتا قديمة 3 وعملت سناب شوت 4، خلاص معنى كده ان انت هتقدر تكتب داتا او هتكتب لحد 4 جيجا بشكل جديد، او هتكتب داتا جديدة بالحجم 4 جيجا. ايوه الحتة دي فيها تركة صغيرة، الحتة دي فيها تركة صغيرة. الداتا اللي هتتكتب جديدة تشمل الداتا اللي هتتمسح. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعالى كده الحتة دي عشان عايز افهمها لك. يعني ايه؟ بص ادي الداتا الاصلية اهي، كان حجمها 3 جيجا، وادي السناب شوت قلت له عايز السناب شوت 4 جيجا. بالشكل الطبيعي انا هقدر ازود ده لحد قد ايه؟ هزود 4، يبقى الاجمالي هيبقى كام؟ 7. هقول لك لا استنى، لو انت جيت على الثلاثة دول رحت ماسح لي منهم 1 جيجا بقت 2 جيجا. خلاص كده؟ بقت 2. الواحد جيجا اللي اتمسحت دي لازم يكون في نسخة منها موجودة، فهتلاقي دي واخدة مساحة من هنا. خليك فاكر الحتة دي. خليك فاكر الحتة دي، يعني يبقى عندك هنا 2، هنا 1 اتاخد من الأربعة الجدد اللي ممكن يتكتبهم، هيبقى عندك كام هنا؟ ها؟ 1 اتاخد من الأربعة يبقى عندك كام؟ 3، 1 و3 4، يبقى أنت في الحالة الجديدة دي هتقدر تكتب 2 زائد 4، هما دول اللي ينفع يتكتبهم، يبقى 6. خليك فاكر السناب شوت ها بتحتفظ بنسخ أو بتحفظ شكل الداتا اللي كانت موجودة عندك زي ما هي، يعني لو أنت زودت برضه محتفظ بشكل الداتا، ولو أنت حذفت برضه محتفظ بشكل الداتا. ففي حالتنا هنا لو انت حذفت 1 جيجا ها، ما هو لازم يسيب نسخة منها هنا، صح؟ وإلا لو مش هيسيب نسخة ما يحصل عندك داتا لوس دلوقتي، يبقى كده كل فكرة السناب شوت طارت منك. ماشي؟ ها وضحت الحتة دي؟ أيوه. في الحالة دي لو كتبت داتا أكتر من الطبيعي أكيد هيحصل داتا لوس. في حالتنا دي لا، لو أنت كتبت داتا أكتر من 3 جيجا بقى دلوقتي مش من 4، لأن في 1 جيجا أوريدي أصلا بقى محجوز للي أنت مسحته. أثبت لك الكلام دون؟ تعالى يا عم، أنا عملت سناب شوت عندي أنا مسحته 2 جيجا، شايفه أهو مساحة السناب شوت ده 2 جيجا، صح؟ لو جيت اقوله كده دي اف داش اتش، دي اف داش اتش اهو، انا عندي مساحه مستخدمه كام؟ 1.1 جيجا، ماشي كده؟ تعال بص لي هنا كده، تعالى كده سي دي سلاش داتا، تعال المره دي هزود سي بي سلاش او سي بي داش ار سلاش فار، حط تحت سلاش داتا. لو جيت اقول له ال في اس اهو، طيب بص لي ايه اللي هيحصل دلوقتي، بص لي ايه اللي هيحصل لو جيت اقول له بقى ال اس كده ار ام للفار داش ار اف ال في اس. خدت بالك ايه اللي حصل؟ النسبة المئوية برضو زادت، صح؟ خلي بالك دي بالنسبة المئوية.
ده النسبة المئوية زادت. ايه يا عم ده زادت ازاي؟ ده المفروض تقل صح؟ بمنطقك بالمنطق بتاعك المفروض كانت تقل، لان انا زودت من الملفات. لا هتزيد برضو. ليه؟ ليه هتزيد؟ لانها لازم تحتفظ بنسخة من الداتا اللي انت مسحتها دي صح؟ هنا ضفت ملفات بيحتفظ بالنسخة الأصلية، شلت من الملفات الأصلية برضه محتفظ بالنسخة الأصلية. معنى كده كل عملية إضافة أو حذف لازم النسخة الأصلية تكون موجودة بالنسبة له، فلو أنت حذفتها لازم يحتفظ بنسخة منها عشان لو إيه؟ ها؟ عشان لو إيه؟ عشان لو حبيت تعمل ريفيرت السناب شوت دي، لو حبيت تعمل ميرج مرة تانية. وصلت؟ يا حاج اتفهمت ولا إيه؟ فما تتخضش لو انت مسحت ملفات ولقيت النسبة بتاعة السناب شوت بتزيد. ده طبيعي جدا، دي حاجة منطقية يعني، دي حاجة منطقية. خلاص كده؟ طيب الحمد لله. حجم السناب يكون كبير، ده سؤال مطاط قوي، سؤال مطاط قوي يعني. ليه؟ لان انا مش عارف هتكتب داتا قد ايه. ما انا عشان كده بقول لك لازم تكون عارف هتكتب داتا قد ايه. الحاجه التانية، انت مش بتستخدم السناب شوت دي عمال على بطال، ده انت بتستخدمها في اوقات محدده بس، يعني ساعه الباك اب مثلا. خلاص يعني تخيل كده انا عملت سناب شوت دلوقتي، ماشي كده؟ وبعد ما عملت السناب شوت عملت ابديت، الابديت تم بنجاح والدنيا زي الفل، الابديت تم بنجاح والدنيا زي الفل، وما كنتش عايز السناب شوت دي خلاص. ها ما كنتش عايز السناب شوت دي، هعمل ايه؟ ها كنت اقول له كده ال في ريموف ديف داتا اوراكل سناب. خلاص لو جيت اقول له كده ال اس سلاش داتا، اهي الداتا فضل زي ما هي. يبقى المفروض تستخدم السناب شوت دي ساعة الابديت بس، او في حالات معينة، مش بتستخدمها عمال على بطال. يبقى لو عملت ابديت والابديت تم بنجاح امسح السناب شوت. طب عملت ابديت ها والابديت ضرب مني، ريفرت السناب شوت دي او ميرج السناب شوت دي، رجعها لاصلها زي ما كانت. وضحت؟ ها طيب الحاجة بس اللي عايز اقولك عليها، ان لو انت كنت عملت ال في ام سناب شوت، يعني لو جيت كده ال في كرييت، انت عملت سناب شوت دلوقتي ال في اس مساحته 2 جيجا، وهوب جيت اكتشفت ان المساحة دي ما عادتش كفاية، هل ممكن ازود مساحة السناب شوت دون؟ ها السناب شوت اللي عندي هل ممكن ازود مساحتها؟ ايوه، في اي لحظة ممكن تزود مساحتها عن طريق مين يا عم؟ ال في اكستند، عن طريق ال في اكستند. خلاص كده. بالمناسبة انت ممكن تعمل اكستند بشكل اوتوماتيك، وممكن تعمل اكستند بشكل مانيوال. خلاص ممكن تعمل اكستند بشكل اوتوماتيك او بشكل مانيوال. فممكن اقول له كده ال في اكستند داش داش سايز بلس 2 جيجا لديف داتا اوراكل سناب. خلاص لو جيت اقول له كده ال في اس، بص لي كده مساحته بقت كام. طبعا ما يجيش واحد يتهبل في دماغه ويروح رايح عامل لي فورمات لل في ام ده، ابوس رجليك، بلاش اختراعات، انت كده بتفتكس. ده انت عامل سناب شوت، ما تروحش تعمل فورمات للسناب شوت نفسها يعني، ما تبقاش زي واحد راح رايح واخد نسخة من الورق طبعها عمل على مكان التصوير، او صورها على مكان التصوير وبعد ما صور راح مقطع الورق بإيده. ده كلام تهريج بقى يعني، انت بتهرج كده صح؟ مش تيجي تعمل لي سناب شوت وبعد كده تعمل لها فورمات بإيدك يعني، المرارة مش ناقصة يعني، ابوس رجليك يعني. ماشي طيب، الحاجة الأخيرة، بس الحاجة الأخيرة اللي هقول لك عليها يا سيدي كانت إيه؟ اللهم صل على النبي. الأوتوماتيك، الأوتوماتيك ريسايزنج للسناب شوت. عشان تعمل أوتوماتيك ريسايزنج للسناب شوت ده،
لان زي ما قلت لك عمليه المانيوال ريسايزنج للسناب شوت، او لما تعمل سناب شوت المفروض تخلي عينك عليها عشان ايه حجم الداتا اللي بيتكتب ما يزيدش عن حجم السناب شوت اللي انت حاجزها، ماشي كده؟ ونبهتك. فانت ممكن تقول ال في ام يا ال في ام كده، خليك انت خلي بالك بقى بالنيابه عني، وكل مره تحس او كل شويه كل ما تحس ان مساحه السناب شوت قربت تخلص اعمل لها اكستند بشكل مباشر، خلاص كده؟ فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له مثلا يا سيدي الاول فين الكلام ده، ممكن احدده فين الكلام ده، ممكن اعمله فين؟ كان في اي تي سي ال في ام ال في ام دوت كونف، ال في ام دوت كونف اهو. ممكن كده تدور على سناب شوت اهو، امسك عندك بص لي كده، بيقول لك سناب شوت اوتو اكستند ثريشولد، شايف؟ عند 100%. هو انا هستناه يوصل ل 100% عشان يعمل لي اكستند للسناب شوت بالعقل يعني؟ ها ده ثريشولد، ثريشولد يعني اعلى قيمة ممكن يوصل لها، تفتكر هستناه يوصل ل 100%؟ فالطبيعي تقول له لا يا عم، لما يوصل مثلا ممكن تقول له لما يوصل 85% او 80%، خلاص كده. طب هات اكستند بنسبة كام؟ قول له اكستند مثلا بنسبة 20%، ده حلو جدا ممتاز جدا، خلاص كده. هو بيديك اكزامبل هنا كده، بيقول لك نسبة 70%، بيقول لك لما 1 جيجا سناب شوت بيتخطى ال 700 ميجا بيعمل له اكستند ال 1.2، ولما اكستند 840 هيبقى 1.4 اهو، خلاص. فانت ممكن تكونفيجر ال في ام ان هو يعمل لك اوتوماتيك ايه، ها اوتوماتيك اكستنشن، خلاص كده 100%. بيقول لك معناها ايه؟ ديسيبل اوتوماتيك اكستنشن، وباي ديفولت هو بيعمل او عامل ديسيبل الاوتوماتيك اكستنشن، باي ديفولت هو عامل ديسيبل الاوتوماتيك اكستنشن، يعني مش هيقدر يكستند بشكل اوتوماتيك بكل بساطة. فانت لازم تغير القيمة دي من 100% وتخليها اي قيمة تانية، وضحت؟ ها في مشكلة كده؟ حد عنده اي مشكلة في اللي انا هعمله النهاردة؟ ها تمام الحمد لله. طيب الحمد لله احنا يعتبر خلصنا النهاردة خلاص. المرة الجاية كنت عايز اعمل ايه؟ كنت عايز استخدم ال في ام مع اس اس دي، بس انا مش فاضي والله، هجيب لكم سيرفر واحط الاس اس دي عليه واشغله، فاحاول افضي نفسي ممكن بكره ولا حاجه كده، اجيب سيرفرين ولا حاجه واحط عليهم اس اس دي ونبدا يعني نجرب الايه التيرنج. حد فيكم سمع عن المصطلح ده قبل كده؟ ستورج تيرنج، خلاص ماشي. فانا كنت عايز اعمل يعني كنت عايز اعملها معاكم كلاب. هتلاقي ناس قليله جدا حتى موجودين على الانترنت اللي عملوها، ناس قليلين جدا 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 اللي عملوا حاجه زي كده، يعني هتلاقي مش هتلاقيها مشهوره قوي يعني. فكنت عايز اعمل لكم اللاب ده واوريه لكم، هيبقى حاجه انترستد جدا او انترستنج جدا بالنسبه للناس. معلش لو كان صوتي بايظ والكلام مش واضح، انا واخد دور برد يعني، فمعلش اعذروني يعني، بس ان شاء الله اشوفكم بعد بكره باذن الله. تصبحوا على خير، السلام عليكم.